إذا كان هذا تقرير حول انتشار السلاح في الأردن وبيعه مرخصا أو غيره مرخص. وبدي أبدأ منك دكتور بشير في هذا الموضوع. بنحكي عن انتشار سلاح، دائما ما نسأل لما نشوف حادث من يجي سلاح، ومستحيل كل هذه الأسلحة مرخصة، وفي حديث عن وجود قطع سلاح هائلة وبكميات ضخمة في الأردن وغير مرخصة. صح. طيب صح، وين هاي السلاح كله يا سيدي؟ حقيقة بعد الأحداث التي حدثت في بعض دول الجوار كسوريا والعراق، تدفق سلاح كثير جدا الأردن بواسطة طرق تهريب مختلفة، وأصبح لدينا حسب إحصائية غير رسمية عندنا حوالي 1,000,000 قطعة سلاح غير مرخصة، مقابل حوالي 120 قطعة سلاح مرخصة حسب إحصائية وزارة 120,000 مرخصة حسب إحصائية وزارة الداخلية، ومليون حسب إحصائية غير رسمية منتشرة بين يدي المواطنين. أصبح بداية كان هنالك سيطرة من قبل الأجهزة الأمنية على الأسلحة المهربة أو غير المرخصة، وكان هنالك سيطرة، صعب جدا بإمكانك أن تحصل على قطعة سلاح. وبالمقابل كانت الأجهزة الأمنية ولغاية هذه اللحظة تساعد وتشجع المواطنين على ترخيص السلاح حتى يصبح هذا السلاح مرخص ومعروف للأجهزة الأمنية، لكن كثير من المواطنين يبتعد أو ينأى بنفسه ويرفض عملية الترخيص، ترخيص السلاح، حتى لا يقع كما يدعي بالمحظور بالسين والجيم في حالة وقوع جريمة قتل، لأنه في حالة حدوث حادث إطلاق نار مباشرة يتم مضاهاة الظرف الناري مع السلاح المرخص، وبالتالي يتم التعرف على من أطلق هذا العيار الناري. الظروف الاجتماعية والنفسية والأمنية هي جميعها دوافع جعلت كثير من المواطنين أن يقتني قطعة سلاح. لا يوجد تفضل. احنا بنحكي عن الأحداث في الإقليم. نعم. 2011 تقريبا 2011 الربيع العربي. 2011 احنا ما كان عندنا سلاح في الأردن؟ لا، كان عندنا سلاح. كان عندنا سلاح، وكان هنالك السوق السوداء، لكن ليس بالشكل الحالي الموجود الذي أصبح ظاهرة الآن. نعم، ظاهرة، وكثير من الأشخاص يقوموا بعمليات البيع الغير سليم والغير شرعي في كثير من مناطق المملكة، وخاصة ما بدي أذكر مناطق، هي في محافظات، بعض محافظات الأطراف وبعض الأماكن الحدودية، حيث تنتشر عملية تهريب السلاح. ينتشر بكثافة بيع السلاح غير مرخص. ينتشر، نعم ينتشر.